مشاهدي ومتابعي قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. احنا الان مع انت الاخ جالو، ياك هذا السيد كيقلب على الاخ جالو اللي مريض عقلي اختفى بمنطقة الولفة. انا غادي نقربكم من الصورة ديالو باش تشوفوا. شنو سميتو؟ سليماني خليل. شحال عنده من عام؟ عنده 51 عام. مدة الاختفاء شحال تقريبا دابا؟ دابا من الاربعاء. الاربعاء انت لابس اخر مرة؟ لابس كابيتشو شوبينيو وليفيس و كونفيرس. كنلبس كلشي في النوار. كونفيرس نوار، سروال. لا السروال الزرق، سروال جين. جين كحلة. و لي زيسبادغ ديالو كونفيرس اشمن لون؟ في الزرق. الزرق. انا غادي نعطيك اخويا الكلمة، هضر لينا على الاخ ديالك كيفاش اختفى وشنو النداء ديالكم للناس اللي تعرفوا. ان شاء الله الله يجازيهم بخير. السلام عليكم اخويا. وعليكم السلام ورحمة الله اختي. انا الاخ ديال عادي، الاخ ديال سليماني خالد على الصورة. خرج نهار الاربعاء من كنا في الولفة، عيدنا تمايا ومن بعد خرج مع داك الثلاثة. ثاني عيد؟ لا قول ثالث عيد بحال هكا. خرج من الولفة من تمايا، من بعد اتصلوا شدوه الامن، كانوا شدوه البوليس. هو اللي بعدا قبل ما نوصلوش؟ لا 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 ما عمرو، لا ما عمرهم المرض الصحية ديالو. لا 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 كان تيمشي تما وتيرجع ما عنده حتى شي مشكل. حتى نهار الاربعاء اللي فاش سميتو كانوا شدوه الامن الوطني، ومن بعد كانوا سلموه المستشفى المرض النفساني. من بعد ياديك عطاوه الدواء وداك الشيء، خرج ولقى راسو في جيت محكمة الاستئناف. جيت حيت كانوا تلاقاو معنا واحد حيت كانوا فاش مشينا للمستشفى نسولوا عليه، قال لك اودي راه كان هنايا، ومن بعد عطيناه الدواء ومن بعد خرج. هو من شرب هذاك الدواء خرج لقى راسو في محكمة الاستئناف، عباش تلاقينا مع شي اصدقاء انا تيسكنوا حدانا هنا في الحي، قال لك اودي راه شفنا خوك تمايا وداك الشيء. مشينا قلبنا عليه ما لقيناش. نطلبوا منكم عفاكم، اللي شاف هاد التصويره شافوا هذاك الشيء اتصل بنا، راه الوالده ديالو راه واحد الحاله غاليورت ولا، وما عمره ما خرج، يعني اول مره غادي يخرج واول. الله يجازيكم بخير اللي شافوا واللي شاف هاد الصوره اتصل بنا، عند الرقم راه كاين. الله يجازيكم بخير، راه مسكين راه مرض وما عمره طاح هذا المرض فحال هكا جاه، ودابا راه تنقلبوا عليه. مرض عقلي اختي، مرض عقلي. تعرف سميتو؟ تعرف ما عمرو طرا ليه عنده المرض قديم، وما عمرو طرا ليه هذا الشيء. كيعرفكم يعني كيعرف دار؟ اه تعرف الدار، تعرف ما رجعش. واه العلم الله قال لك الغيب حشو معاه، حنا راه ما خلينا فين قلبنا عليه. حنا راه ديجا مشينا للشرطه وحطينا التصويره ديالو ودرنا روشيرش بان باش الناس كاع اللي تيعرفوا يتصل بينا. ما خلا ذكرنا خويا بشنو مشى لابس اخر مره وشنو لابس؟ كابيتشو شوبينو في الكحل، ولابس ليفيس، ولابس الكونفيرس زرقاء. اللي شافوا الله يجازيكم بخير يتصل بينا، راه الوالده ديالو راه واحد الحلال ما تبغيهاش العدوك. الله يجازيكم بخير وشكرا. اعطينا الرقم قول لي انا. 06 23 48 34 34 صفر 8. نعاود الرقم 06 23 48 48 34. الله يجازيكم بخير المشاهدين، اللي شاف هاد التصويره واللي شافوا في شي بلاصه. دايره الحاله للام ديالو؟ والام ديالو مسكينه راه واحد الحاله كاع لي فهمتي. الله يكون معاها، الله يصبرها، الله يصبرها على وليداتها. الاخ ديالكم ما في عادي حتى شي واحد؟ لا لا ما ترونكيل، ما تيهضر ما والو. الدرب لا 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 شي السيد، شوفي السيد ما كانش تيخوي الدرب، الدرب ما تيخويش كاع فهمتي، في مره ما تيخويش. معروف عند الدراري هنايا كاع في الحومه انا تسولي تيتسخر لهم تيدوروا معاه، يعني عايش معاهم عيشه ديال الاخوه، يعني هو دريويش ما يجبدك ما والو. الاكثر دابا اللي شاف هذا الفيديو مساكن راه غادي يبارطاجي وغادي يتعلق عليه واحد التعليق راه درتو انا في فيسبوك عندي انا. شي من الولفه ماشي من ديالك؟ لا من الولفه، من الولفه. وخرج مع داك الثلاثه من الولفه، مع الثلاثه ما بقيناش شفناه الان، لحد الان باقينا. وحنا دابا تنقلبوا عليه، راه دابا شويه عاوتاني غنمشيو نقلبوا عليه. الام ديالكم كيف قلت لي الحاله؟ واش غنقول لك اختي؟ الحاله ديالها راه كيعرف مرا كبيره، راه عندها الثمانينات، راك عارف الحاله ديالها مسكينه، راه ما تصورش مسكينه، راه مريضه. الله يسمح لنا من الوالدين. واللي شاف هاد التصويره الله يجازيكم بخير يتصل بينا ولي علم السلطه، راه حاطين حنايا التصويره ديالو عبر المملكه المغربيه
باش اللي شافوا ولا شي حاجه يعرفوا. بارطاجيتها حطيناها في اي بلاصه كاع في الكوميساريات في الجامعات. شي واحد ولا لا ما عنده لا مشاكل لا والو. ما يكونش مع شي حد في العائله. لا 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 ما كاينش هو وحدان تعرف دارهم وتعرف الدرب هنا تدخل هنا للدرب اللي فهمتي تمشي تاع المدينه ما كاينش اللي ما تعرفش خالد معروف خالد عند الدري عند الكبير وعند الصغير ما تيأدي حتى واحد يعني تسخره يمشي تسخر لك ما يشفر لك ما والو راه باين على الصوره ديالو يعني واحد الانسان مسكين محدود وشكرا لك اختي انت بلاتي عطاها ليا كامله حتى هنايا خويا باش تبقى مبينه مزيان واضحه يعني مشاهدينا كيف ما كتشاهدوا معنا هذه هي الصوره ديال هذا السيد اللي مختفي حاليا سليماني خالد سليماني خالد اخر مره كان في منطقه الولفه فاش اختفى اخر مره فين شافوه الناس شافوا وحده محكمه السنة في مدينه الدار البيضاء من بعد تما اخر مره شافوه الله يجازيكم بخير اللي شافوا اللي تعرف عليه يتواصل مع العائله ديالو راه خايفين عليه بزاف نتوما كيف ما كتشاهدوا معنا السيد عنده فعلا مرض نفسي او لا عقلي ولكن راه ما كيأدي حتى شي واحد كاع الناس انا في الدرب تيعرفوه هو فاش تحيد من تما واش كانت شي حمله واقيله ياك الرقم ديال التليفون هو 06 23 ياك اخويا 06 23 48 34 38 هذا هو الرقم ديالو الله يجازيكم بخير حنا هاد الناس ما حطوا هاد النداء الا باش انكم تساعدوهم تعاونوهم باش يلقاو هاد السيد اللي مختفي تبارطاجيو هاد الفيديو هما راه عندهم خوتهم حتى هما راه عندهم خوتهم الام هي اللي ممكن فهمتي اللي عنده الام الله يسمح لنا من الوالدين راه كيعرف الكبده ديال الام والدراري اللي تيديروا داك التعاليق راه زعما دير انت في بلاصتك خوك ولا اختك طرا لها هذا المشكل راه ما عمرك غادي تجاوب بحال هكا راه كاع تنعرفوا نكتبوا ولكن اخويا ماشي تبقاو تقولوا الناس راه تبقاو تقولوا الناس راه يقتلوا الله يحفظ السيد راه قال لكم كيأذي حتى واحد بقى يدير هذه الامور هذه الله يجزيكم بخير الاهم عندنا هو هذا السيد يتلقى هذا السيد يتلقى هذا هو الاهم عندنا ماشي تقولوا هذا التعليق هذا الله يجزيكم بخير ركزوا على الموضوع هو حاله اختفاء الرقم خليناه لكم مشاهدينا في لي كومونتير اللي شاف هاد السيده ولا تعرف عليه يعني يتواصل مع هاد الاسره هاد الله يجازيكم بخير وهنا مشاهدينا كنكونوا وصلنا نهايه هاد البث نتلاقاوكم في بث مباشر اخر موضوع اخر هذا خويا شفت وحده ما حطت ولاد زيان والعلم لله بلا شي واحد لو كومونتير تيقول لينا بلا شي نشوفوا شاف وحده ما حطت ولاد زيان والعلم لله كريم كريم خويا لك انت تاكدتي عافاك صور السيد صيفطوا لهاد الناس واتساب اولا ابل فيديو هذيك النمره ديال الواتساب كاع راه فيها واتساب عيط ليه بالواتساب كاع ماشي مشكل شكرا لكم انا خويا الله يجازيكم بخير الله يجازيكم بخير اي تصويره راه باينه واضحه الرقم غنعاود نذكركم بالرقم باش الناس اللي واش كان لابس زكاة زرقاء وسروال بوغدو لا اختي ماشي يقدر عاوتاني يكون الناس عاونوا عطاو حوايج دونك ما نحكموش على اللباس الدرجة الأولى ولكن اللي شاف ولا تعرف عليه ويقول الاسم ديالو راه تعرف هو تعرف سميتو قرب بحداك التصويرة سليماني خالد قولوا غير على سميتو راه تعرف سميتو سليماني خالد انتوما كيف ما كت راه كان لابس كابيوشون في نواغ سروال ديال الجين وكونفيرس كونفيرس زرقاء سروال زرق يعني الله يجازيكم بخير راه السيد تيعرف سميتو وكيعرف كلشي سولوا على سميتو والناس اللي في لي كومونتير تيقولوا لا حول ولا قوه الا بالله الاهم عندنا تجي هو السيد تلقى الله يجازيكم بخير السيد راه ولد عائله راه ماشي شي واحد متشرد او شي مختل عقلي في الزنقه السيد راه عايش مع عائلته عايش في دربهم عنده مرض نفسي بقاو تفرقوا ما بين الامراض النفسيه وما بين المختلين العقليين وما بين الامراض العقليه راه ماشي كلشي بحال بحال الله يجازيكم بخير ما تبقاوش تقولوا دي كومونتير اللي كيجرحوا الناس راه حشومه هذا الشيء لا حول ولا قوه الا بالله العظيم يعني الاهم عندنا هو هذا السيد يتلقى الله يجازيكم بخير اللي غادي يساعد يساعد بالبارطاج وهذا السيد يتلقى ويرجع لدارهم ويرجع لميمته راه بزاف ديال الناس عندهم خوتهم ولا ولادهم امراض نفسيه وعايشين معاهم عاده كياخذ دواء ولا داكشي درجات وداكشي انواع وبزاف ديال الامور دونك الاهم عندنا هو هذا السيد يتلقى ويرجع لدارهم انتوما كيف ما كتشاهدوا معنا حيت قلت لي ما مولفش كرفيس عمرو خرج عمرو حتى شي حاجه مولف هو الثمانيه تلقاه في الدار
الناس اللي غيبقى يقول كل واحد كاين اللي كيقول انا شفت واحد المحطه في من مدينه بن حماد اللي شافوا في شي بلاصه يصور ولا يدوي ابل فيديو ولا لقاو عائلته راه غيمشيو يجيبوه في مكان. وهنا مشاهدينا كنكون وصلنا لنهايه هذا البث، نتلاقاوكم ان شاء الله في بث مباشر اخر. شكرا للجميع. مرحبا سيدي، بالعكس هذا واجب. انا غادي نخلي على الصوره باش تبان الصوره مزيان. وهنا مشاهدينا بقى لي نوداكم، نتلاقاكم في بث اخر موضوع